يسعد مساكم حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. طبعا ما تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس واللايك، اللايك يا حبايبي. طبعا اليوم رح نعمل صينيه معكرونه باللبن. طبعا معروفه المعكرونه باللبن، ما فيش اسهل منها وما فيش اسهل من طريقتها. طبعا حتى العيال الصغيره بتعرف تعملها، طلبوها مني النهارده البنات وحبيت اعملها واشارككم معايا. طبعا انا هون معايا بحدود كيلين الحليب، طبعا 4 معالق نشا، كوباية سكر، قشطة، سمنة، بيكنج باودر، لا قصدي فانيليا، عفوا فانيليا. وهنا انا بسلق المعكرونة. طبعا المعكرونة لازم تدوب، تستوي منيح منيح عشان الصينية عايزة كده. حطوا لايك لسوسو، يلا بينا نعمل خطوات مع بعض. طبعا يا حبايبي انا رح انزل بكوبايه السكر، والسكر حسب رغبتك، في ناس تحبها مسكره كتير، في ناس تحبها سكر خفيف، احنا نحبها سكر خفيف. طبعا حطيت كوبايه مليانه، طبعا ورح احط 4 معالق نشا. حطيت 4 معالق نشا ليه؟ لان ما بدي اياها رابطه كتير. طبعا الفانيليا مش رح اضيفها الوقت الا لما نقرب نطفي على المهلبيه او الحليب زي ما تسموها سموها. نحركها منيح، ندورها منيح. انا بقى مولع على المعكرونه من بدري، هي استوت راح نصفيها ونحط مطرحها المهلبيه. ما تنسوا اللايك لسوسو. هون يا حبايبي انا ولعت على المهلبيه، طبعا مش راح نخليها رابطه كتير، هنحط عليها المعكرونه قبل ما نحطها بالصينيه. هنضل نقلب فيها، طبعا احنا غليين اللبن او الحليب قبل ما اعمله. هنعمل كيلو من المعكرونه، حطيت كيلين حليب لان انا بحب حليب والكيل يكون كتير. انا عملتها معاكم قبل المره، اكيد احسن من نشتريها من برا، نعملها ببيتنا انضف واحسن ونكلفها كمان احسن. حطوا لي لايك. زي ما قلنا انا عم حاطه عليها سكر ونشا، هنضيف الفانيليا لسه. طبعا السمنه والقشطه مش راح نحطها الا على وجه الصينيه، اكيد القشطه هاي انا شايلتها من وجه اللبن، قشطتها من اللبن او الحليب. يا سلام لو كان في سمنه بلدي كانت تبقى احلى واحلى، بس طبعا القشطه هتعوض السمنه البلدي. شكل الطنجرة صغيرة، شكلها هنقولها طنجرة تانية أو حلة تانية بعد ما قبل ما أحط المعكرونة عشان ما يسيلش على الغاز. طبعا بضطر أفصل عشان ما أطولش عليكم وتزهقوا مني أو تملوا مني. هون بدأت تربط معايا، أنا مش عايزاها تربط كتير، عايزاها شي بسيط. طبعا
هون يا حبايبي صارت تلف معانا طبعا، راح انقص منهن شويه للوجه، بدنا نحطهن على الوجه. هيك انا راح انقص شويه بالبوله، طبعا زي ما قلنا ما بدنا اياها رابطه كثير. بسم الله الرحمن الرحيم، بس كده كفايه. طبعا المعكرونه انا نضاها صفيتها، غسلتها منيح من النشويات اكيد. انزل فيها على اللبن زي ما، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا خلتها مستوية ازاي، هريتها، هي لازم تكون هيك شكل الحلة او طنجرة صغيرة. انا نسيت اضيف الفانيليا، مش مشكلة هنضيفه في الحليب اللي بالبولة، يعني ما تفرقش، هي هياها. خلصت على كلها الملوكة هنا كانت تاكل، عم بتقولي خلصتها كلها، قلت لها بس يا ماما. اكيد راح اتركها دقيقتين تقريبا تشرب الحليب منيح. جربوها بهاي الطريقة كتير كتير طيبة. طبعا السكر زي ما بدك، فيك تحط كوبين، فيك تحط كوب ونص، فيك تحط زي حسب رغبتك. طبعا يا حبايبي انطفيت عليها النار، راح اجيب شويه سمنه وادهن الصينيه، ما نكترش، شيء بسيط. هيك انا دهنت الصينيه، راح نجيب المعكرونه اللي بالحله او بالطنجره نحطه بالصينيه. طبعا يا حبايبي قلت لكم نسيت احط الفانيليا، فينا نحطها هسه مع اللي سبناهم للوجه، هي هيها يعني، هي بس ريحه الفانيليا مش اكثر. وقعت الورقه، راح نضيفهم على الصينية. بسم الله ما شاء الله. طبعا نحط معلقتين القشطة. على الوجه. زي ما قلنا هاي اشطها من وجه الحليب. نحط معلقة سمنة، أنا طماعة بدي أحط كمان قشطة. معلقتين سمنة، هي هسه هتسيح بالفرن تتوزع على الوجه كله. هنعمل ايه اسا؟ هنوديها الفرن تاخد وتعطي مع نفسها. شوفوا الحلاوة، شوفوا ما احلاها، بسم
تسلم ايدك يا سوسو، والله العظيم تسلم ايدك بجد، يعني تتاكل اسا قبل ما نحطها بالفرن. هيك يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، بعد ما طلعتها من الفرن حمرنا وجهها طبعا، اكيد انا ما ولعت الفرن عليها من فوق الا ما قربت تنشف من تحت، وولعت الفرن عليها. هيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بتمنى تكون نالت اعجابكم، عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك لسوسو، اللايك يا حبايبي لسوسو. شوفوا الحلاوة والجمال، باي.